بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بكم الناس كل، مرحبا بكم في اليوم الإعلامي هذا. سيد رئيس الغرفة، مرحبا بك. سي جاسم مهني، رئيس غرفة صيادة اللي هي منظمة التظاهرة هذه، تفضل سي جاسم. السلام عليكم، صباح الخير الناس كل، مرحبا بكم بحضرنا في صيادة. دونك تظاهرة اليوم اسمها مشروعي المستقبلي، دونك نشوفوا قبل سويت شنو بالضبط شكون الديمارش نتاعها. نحب نغتنم الفرصه نرحب بالحضور الكل، نرحب بالادارات الحاضرين معنا والممثلين نتاعهم، نرحب بالسيده معتمده سيده رمضان بحجر بحذانا، سيد كاتب عام بلديه لمطه، سيد العمد الحاضرين بحذانا الكل، مرحبا بكم. ان شاء الله تكون معناها الاكسيون هذه اللي تستناو فيه مع تلقاوه، ومرحبا بكم مره اخرى. تفضل سيد. شكرا. كيف كيف نحب نشكر العارضين الكل الموجودين بحضنا، الأخوة العارضين اللي هم مشاريع ناجحة، كذلك فما الإدارات عندهم ديستون بعد نجموا معناها تعملوا بي تو بي معهم. نحب نستدعى السيدة المعتمدة، تفضل. مرحبا بك. نرحب زيدا بالسادة الحضور اللي معنا، سي علي بن نجمة رئيس مكتب التشغيل بقصر أهلين والممثلين على المكتب، سيد منير حرزالة مدير مركز الأعمال، سيد أمين شهرون مدير مخزن المبادرات المتجددة المستير، سيد كاظم المصمودي المندوب الجهوي للصناعة التقليدية، السيد فوزي سعد مصر عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، السيدة غادة بالحاوي منسقة مخزنة المؤسسات الفلاحية، السيد سامي البحوري ممثل عن البنك التونسي للتضامن، السيد وجي شنيتي رئيس فرع بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالمستير، ومدام حليمة صيح ممثلة عن إدارة التنمية الجهوية بالمستير. مرحبا بكم الناس الكل، نورتونا بحضوركم. دونك المبادرة هذه هي الحقيقة اختاروا لها الأولاد مشروعي مستقبلي. أكيد فما بعض التساؤلات لأصحاب الشهادة العليا واللي يحبوا يبعثوا مشاريع خاصة بهم ولا اللي عندهم أفكار، بحضرنا سيد الحضور من المصالح الإدارية والمؤسسات باش يجاوبوا على مختلف تساؤلاتكم. إن شاء الله المبادرة هذه تنال رضا الجميع، وإن شاء الله بالتوفيق للناس. مرحبا بكم. شكرا سيد المعتمدة. نبداو ديريكتومون. أنا قبل كل شيء نحب نشكركم زادة أنتم على الحضور. أنتم راهو أهم عنصر موجود لهنا، على خاطر بدونكم أنتم ما تنجحش التظاهرة هذه، وسيرتو بدون التفاعل نتاعكم. إن شاء الله الناس كل هيك تبدا عندكم أسئلة تريز انتريسونت باش نزيدو نفهموا كيفاش نجمو ننجزو المشاريع نتاعنا. في البداية نحب نستدعى بحذايا أولا كما تحب سي علي، مرحبا بك. سي علي بن نجمة مدير مكتب التشغيل بقصر أهلين. التصليح صغير بربي، أيمن شهلول محطنة المؤسسات وبقصر أهلين. مرحبا سي علي، تفضل. مرحبا بكم الناس كل بي بي. علي بن نجمة رئيس مكتب التشغيل المستقل بقصر أهلين. دور مكتب التشغيل وحبائط المبادرة بحث في مساندة الراغبين في بحث مشاريع صغرى من خلال مختلف مراحل الإنجاز تاعهم فيها. المساعدة بيكون في المساعدة في بالوقت لفكرة المشروع، في إنجاز خط الأعمال، في إيجاد مصادر تمويل والتكوين. بالطبيعة المساعدة بيكون عن طريق آليات موجودة عندنا في مكان التشغيل. الآليات هي مشروع على الآلية الأولى هي إنشاء مشروع كلمة لا كري فوتو بروجي بوركوا با. هذه دوما مع تكون في شكل ورشة دوما أريد تهل في الورشة إلى مساعدة المشارك في على تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف لديه، كيف تعرف الخصائص والصفات التي يجب أن تتوفر في أصحاب المشاريع. النقطة الثانية تساعده على تقييم مدى دفعيات المسلط التوجه للعمل المستقل أو آخر قرار بالعدول عنه. والورشة أبية بالطبيعة يعملها خبراء من داخل الوكالة. الآلية الثانية هي الطريقة النموذجية للبحث النشيط عن أفكار جديدة للمبادرة. ميثود أوريجينال دو ريشيرش أكتيف دي زيدي نوفيل برونت برونت، ما تسمى عنا في المكاتب وفي المبادرة مورينا.
دوما بها 3 أيام بالطبيعة وينشطوها من خبراء من داخل الوكالة. سواء من أي تأتي فكرة مشروع، فكرة مشروع تأتي من ميولات شخصية، من كفاءات، من خبر المهنية، من تشجيعات في القطاع، من نصائح الآخرين، من مشكل ما يكون مشكل في منطقة معينة كذا، من بنوك أفكار مشاريع، ومن حاجيات السوق. مشوا الآلية اللي بعد، الآلية فعل رتب مراحل إنجاز مشروع. أورغانيزي فوتر بروجي دو كرياسيون. كيف يتم في شكل ورشة داخل المكاتب وينشطوها خبراء من داخل الوكالة. سامحني درجة. الورشة اللي تساعد على التنظيم وترتيب المراحل الضرورية لإنجاز مشروع وكيف تأكيد عملية أخذ القرار متعرض بالتوجه إلى العمل المستقل وهذه تمشي بها فما عملية ترتيبية ما تجي بعد المرأة. الآلية الرابعة التكوين في مجال تنمية روح المبادرة. الآلية الرابعة هي بعث مؤسسات وتكوين باحثين ما يعبر عنه بالسيفي والدورة فيه تدوم 20 يوم وينشطوها خبراء من خارج الوكالة تكون عن طريق طلب عروض بتبيعه وتدوم 20 يوم. والفائدة من دورة السي في بي هي إعداد مخطط الأعمال والدفاع عنه أمام مصدر تمويل. بالنسبة لدورة بي بتبيعك تكمل 20 يوم نعطيه شهين ونعطيه منحة جزئية. بالنسبة للمتخرج نعطيه 200 دينار والمستويات الأخرى نعطيه 100 دينار. 100 دينار. الآلية الخامسة هي تربص التطبيق بالوسط المهني. ستاج براتيك انتربريز اس بي او الغاية منه هي التعرف على محيط العمل واكتساب الكفاءات العملية والحرفية لازم تسير مؤسسة هذه تدوم 3 شهور بالطبيعة. بالنسبة للعباد الآن موافقة مبدئية مشروطة من الـ BTS وقال له هو تلقاه راغب في تكوين قلت كان ناقص في تال تام في تال حاجة معينة نقوم يعني بالتربة صفاي ويدوم 3 شهور بتبيع كل نعطيه ذلك كيف منحة 200 دينار كل شهر بالنسبة للمتخرج و100 دينار للمستويات الأخرى. الآلية السادسة هي التكوين التكميل الفني. بالنسبة للآلية الأخرى هي السيفي والموران وانشا مشروع بورغانيزية كي يتم قبل الإنجاز طبعا يتحكيه بعد الإنجاز بعد الموافقة. التكوين التكميل الفني فورماسيون تكنيك هذه دورة تكوينية بالطبيعة اللي مو فيها مجموعة من الباحثين الشبان بالطبيعة ويكونوا عند إشكاليات ولا يحبوا يطلبونا في فورماسيون تكنيك في باغ اكزومبل ناخذ اكزومبل باتيسي ولا حداده في شاريمون ولا اي حاجه معناتها يكون ناقص فورماسيون فيها يعلموا مجموعه معينه ونعملوا ان فورماسيون تكنيك. الفورماسيون هذه تدوم 4 mois au grand max ولا 400 ساعه بالساعه. تكوين الفني تكوين في المجالات الفنية التي لها علاقة بالمشروع. منزل عن التكوين التكميلي في التصرف حسب طريقة تصرف أم في مؤسسة عبر عنه بالجيرم جيريميو فوتر أنتربريز هذه تدوم 7 أيام وينشطوها خبراء من داخل الوكالة تدوم 7 أيام نعطيو فيها منحة جزئية ناتيول 25 دينار 50 دينار بالنسبة للمتخرجين و 25 دينار للمستويات الأخرى. هذه كما قلت دوم 7 أيام وفيها محاور كما التسويق كما الجيستيون دو ستوك الماركتينغ عدة محاور معناتها تطرح فيها. هذه سمح متابعة مشاريع الباحثين المساعدة على تطوير هذه يتم عن طريق الزيارات الميدانية وعن طريق كيف عن خبير مهني أسيسونس تكنيك معناتها بالنسبة للمؤسسات اللي عندها تمر بصعوبات معينة ويتجاوزها الدولة معناتها والوكالة تحط على ذمتهم خبير بتبيع نكفلوا بخلاصوا احنا مدة 12 يوم. كيف بالنسبة كيف اللي عملوا الدورات التكوينية في المجالات كل معناتها في إحدى الدورات أبين نعطيو بعد عند الإنجاز نعطيو منحة مرافقة دوم 12 شهر معناتها دوم 12 شهر
بالنسبه للمتخرجين عطيو 200 دينار والمستويات الاخرين عطيو 300 دينار والدوم 12 مواء. بالنسبه للعدد موافقات تعرفوا الخير كل العدد موافقات مبدئيا من البي تي اس بنك تشوف التضامن يشترط يكون فما التمويل التمويل الفاتي. التمويل الفاتي هذا يتم عن طريق اعتماد انطلاق. الاعتماد انطلاق يمشي في شكل قرض من البنك التونسي للتضامن ويتم تسديده او خلاصه بعد ما يخلص القرض الاولاني ومن غير انتري. هذا كانت قبل تتم فيها جلسه جلسه. بالنسبه للوقت الحاضر والاعلان الاخير تاع رئاسه الحكومه كون ان التمويل الفاتي يمشي اوتوماتيك ما معناتها عن طريق اعتماد انطلاق معناتها. بدي بيع طول البي تي اس بعدين السيستم توزي يحكي كوانيها. نجم نحوصوا للعمليه بكل البي تي اس اللي معناتها المكتب التشغيل خسر الليل او المكاتب الاخرى المفروضات المبادره. الانطلاق من الانفورماسيون كري فوتر بروجي مورين اورجانيزي فوتر بروجي سي في لستاج براتيك انتربريز فورماسيون تكنيك جيرم لاسيستونس تكنيك ومنحة مرافق معناتها اليد كل موجودة في وحدة المؤسسات الصغرى. بالطبيعة راهو مش اوبليغاتوار تمر بالمراحل الكل راهو كل شخص كيف فانا مراحل يكون موجود كيف ينجم يكون من الاول كيف ينجم يكون في السيفي كيف ينجم يكون في لاسيستونس تكنيك راهو احنا والوعين تاع البعث. بالطبيعة نحاشوا بأي معلومة بأي استفسار بأي سؤال احنا أنتم موجودين على ذمتكم يعني والأخرين تاع مكتب التشغيل خسر الليل وكيف كيف يتصلوا بنا على الهاتف تاع المكتب والبريد الإلكتروني ولا يتصلوا بنا مع مكتب التشغيل خسر الليل من جنب المسلم. وشكرا. بارك الله فيك سي علي. راهو بالعاني ما قالش كل شيء سي علي باش من بعد هيك نعملوا اسئله هما ذوما مداخلات قصيره باش ما نقلقوش ومن بعد الاسئله فما التفاعل ما بيناتنا هو اللي باش يزيد يثري الحوار. باش نحيل الكلمه توا لسي منير حرز الله مدير مركز اعمال المنستير. مرحبا بك. تفضل سي. بارك الله فيك سي اسامه. صباح النور للناس كله مرحبا بكم. خلينا في بدايه نوجه الشكر للسيده المعتمده بارك الله فيك على حسن التفاعل كذلك وخيالنا في الجي سي كافه الاعضاء باش ما نساو حتى حد وعلى راسهم خونا اسامه اللي كان التنسيق كنت جاي معاه كان فوالا. دونك احنا بحثناكم اليوم في اطار شهر المبادره اليوم الاختتام كان في صيده دونك جينا بحثناكم. دونك اليوم الاعلام الاول كان انطلق من زرمتين واليوم في صيده وبالمناسبه هذه فرصه باش نوجه لكم الدعوه لليوم الجهوي اللي باش تضم ان شاء الله في المنستير كاختتام الايام الاعلاميه اللي صاروا في كافه المعتمدات. فوالا دونك احنا بحثناكم اليوم كهيكل مسانده باش نحاولوا كل هيكل مسانده يتعرف على الخدمات